يبحث عن المراوغه والتسديد. قناوي هل يسدد؟ يسدد ارضيه زاحفه، هدف الاول ارضيه زاحفه، ويتمكن قناوي من فتح مجال التهديف في الدقيقه 31 بلقطه فرديه رائعه. قناوي امامنا على الصوره، غلاس يتمكن من فتح مجال التهديف، وفرحه انصار الوفاق بهذا الهدف بلقطه فرديه، يتمكن من مباغته الحارس سوفي كمال. نشاهد اللقطه، نشاهد الاعاده، المراوغه الاولى والثانيه ثم التسديده بقوه من خارج منطقه العمليات، يتمكن كره عابره للدفاع، يتمكن من مباغته الحارس سوفي كمال رغم الارتماء في اتجاه الكره، ولكن كانت في زاويه صعبه، من صعب على الحارس سوفي كمال ابعاد هذه الكره. واول هدف للوفاق في الدقيقه 31 من المرحله الاولى. الوفاق اذن يتمكن من فتح مجال التهديف، وتصبح النتيجه هدف مقابل صفر لمصلحه الوفاق بهذه اللقطه الفرديه الرائعه، سلسله من المراوغات ثم التسديده، قوه التسديد يعني عند اللاعب قناوي. غلاس يتمكن من التفقيد، تصل لمن جابو، يحط كره ممتازه ناحيه رفيق، الانطلاقه سريعه 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 سريعه، قناوي قناوي الهدف الثاني، سريعه سريعه سريعه، وقناوي وقع الهدف الثاني، كره مرتده، هجوم خاطف وسريع، انطلاقا من منطقته، يتمكن الوفاق من تسجيل الهدف الثاني عن طريق هذا اللاعب المتالق غلاس. قناوي يتمكن من اضافه الهدف الثاني بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه، ثلاث مريرات كانت كافيه لتوقيع الهدف الثالث من جانب الوفاق. كره جابوا ناحيه بوشام، وبوشام لقناوي، وقناوي لا يرفض الاهداءات او الكرات التي تاتيه من اجل التهديف، لا يرفض هذه الكرات، لا يرفض الهدايا التهديفيه. اللاعب قناوي وقع الهدف الثاني لمصلحه الوفاق. الوفاق في فعاليه وفي انجابو، جابو يرفع كرته مرفوعه الراسيه، والهدف الثالث، والهدف الثالث الراسيه، والمتابعه الممتازه هذه المره من عويس يوسف، والذي كان في المتابعه بدقه متناهيه. هذه الكره ثابته من جابو عبد المؤمن، والمتابعه والارتقاء الجيد من عويسي، والهدف الثالث للوفاق. الان اقول الوفاق اقتل المقابله واطمأن على النقاط الثلاثه في الوقت الذي نشاهد فيه الاعاده والمتابعه للكره المنفذه بدقه متناهيه من جابو ناحيه عويسي، الارتقاء الجيد في وسط في عمق دفاع مولودية وهران، يتمكن من ضرب الكره بقوه ومباغه الحارس في كمال وتوقيع الهدف الثالث لمصلحه الوفاق، وتصبح النتيجه ثقيله على مولودية وهران 3-0 قبل نهايه المرحله لمصلحه المولوديه الوهرانيه، مع خروج بطيء بالكره امام ضغط عناصر الوفاق على حامل الكره ضايعه. هذه الكره ياتي الرابع، وبالفعل ياتي الرابع من حسكار بتسديده قويه، خطا في المراقبه، اخطاء فادحه تستغل هذه المره من اللاعب البديل الذي تمكن بتسديده قويه وكره ضائعه من لاعب المولوديه، يستغلها حسكر وبتسديده قويه يتمكن من توقيع الهدف الرابع. رباعيه الوفاق في هذه الامسيه البارده هنا بملعب الثامن مايبي سطيف، 4 اهداف كامله واخطاء كبيره من عناصر المولوديه الوهرانيه والهدف الرابع. لهذا قلت عناصر الوفاق لا يرفضون الهدف الهدايا التهديفيه مهما كان.